السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. مدرب منتخب مالاوي يشكو من ظروف الاقامة في الكاميرون ويفاجئ المغاربة بما قاله عن المنتخب. انتقد روماني ماريو مدرب منتخب مالاوي لكرة القدم ظروف إقامة الأخيرة في الكاميرون على هامش مشاركته في نهائية كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن هنالك تحيزا من الاتحاد الإفريقي الكاف في التعامل مع المنتخبات المشاركة في البطولة. وقال ماريو مارينيكا مدرب مالاوي إن مواجهة المنتخب المغربي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لن تكون سهلة. وتابع في تصريحاته الإعلامية المنتخب المغربي يضم عناصر جيدة ومدربا خبيرا لم يخسر في دور المجموعات وقدم مستويات جيدة. وأضاف المدرب الروماني أنه سيستعد على أسلوب يحد به من خطورة المنتخب المغربي، حيث أشار أعرف نقاط ضعف المنتخب المغربي وسأسعى لاستغلالها من أجل مفاجأته، رغم أنه يملك نقاط قوة عديدة أهمها خط الدفاع القوي. وختم حديثه الصحفي أتمنى أن يكون الحكم في المستوى لأننا كنا ضحية أخطاء تحكيمية في مباراة الأخيرة أمام السنغال وحرمنا من ركلة جزاء واضحة. لدي كتيبة قوية من اللاعبين تؤهلنا رغم الظروف الصعبة التي واجهناها في الكاميرون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.